وللحديث عن تغير المواقف المتكررة للميليشيات في العراق تبعاً للتغير الحاصل في الموقف الإيراني من تلك الموضوعات، معنا من عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. مرحباً بك معنا دكتور. أسعد الله مساءكم. عليكم السلام. أهلاً وسهلاً بكم. بمجرد أن قالت الخارجية الإيرانية أكدت رفضها واستنكارها لاستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية، صدرت تصريحات في الناحية الأخرى من الميليشيات تؤكد على عدم استهداف هذه البعثات الدبلوماسية والسفارات إلى آخره. هذا الارتباط القوي كيف يمكن تفسيره في ضوء تصريحات سابقة قالت أنها ستستهدف هذه السفارات وهذه المصالح الأمريكية والأجنبية؟ كيف تفسرون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين والعاملين عليها. نحن منذ البداية قلنا أنه لا مبدئية لعميل، وهذا منطق عام، هذه قاعدة عامة، لأنه العميل لا مبدأ له، وإنما يأتمر بأمر من استعمله. الموقف للميليشيات مخزي من الناحية العقائدية التي كانوا ينتمون إليها كما يدعون، ونحن نعلم والمشاهد الكريم يعلم والشعب العراقي يعلم بأنه هؤلاء لا عقيدة لهم إلا عقيدة الولاء لإيران، والتي لا تزال تدير هذه الدمى بشكل واضح، وأخذوا أنفسهم بهذا الانحسار وهذه الفضائح المتكررة. يعني من الذي كان يقوم باستهداف الدبلوماسيين والسفارة الأمريكية تحديدا قبل أشهر وقبل أيام وقبل أسابيع؟ والتصريحات مسجلة ومكتوبة والتاريخ قريب، لكن هذا التصرف حقيقة يوضح للشعب العراقي من يقود العمل السياسي ومن يقود التخريب في العراق. نعم. بشكل واضح هي إيران، والجانب الإيراني أيضا لا نأمن جانبه ولا نأمن ما يقول، لأنه نحن جيران هذا البلد نعاني منه من 4500 سنة ولحد الآن. هذا الغدر وهذه الطريقة باستهداف العراق من قطعت ولن كفأت عن العراق كل ما حصل للعراق ما حصل من ضعف، وهم نعم. يسعون دائما الى اضعاف العراق مع كل من يتعاون معهم. ولن بالعودة دكتور نعم. نعم بالعودة الى الميليشيات، الى اي مدى تشكل هذه الميليشيات خطرا على العراقي وعلى مستقبله، ولا سيما انها تدعي انها تهتم بهيبة العراق و بسلامته وأنها لا تزجه في صراعات دولية، بينما هذا الارتباط الوثيق مع إيران ومع مصالح إيران في العراق يؤكد عكس ما تقوله تلك الميليشيات تماما؟ الميليشيات كل أي جهة أي كان، أي مسمى، مسلح أو غير مسلح، سواء كان مسمى فكري أو عسكري أو ميليشيا أو أي مسمى آخر، يرتبط خارج حدود بلده وهو يشكل خطر على البلد الذي هو فيه. إيران دائما تسعى إلى إنشاء هذه الدولة العميقة، وهذا الأمر قديم ومتجذر، يعني من عهد الدولة الأموية ولحد الآن تطبق نفس السياسة بغض النظر عن من يحكم إيران. القضية الأخرى أنه كثرة الميليشيات المرتبطة بالجانب الإيراني وانقيادها الأعمى لكل ما تريده إيران أعتقد أصبح واضحا ومكشوفا. ماذا يعني أن الكشف الأوراق بهذه الطريقة المخجلة بالنسبة لأموله هو إن لم تستحي تفعل ما شئت، لأن هم من كان عميلا ضد بلده وحمل السلاح مع إيران وأتى الآن يتكلم باسم العراق، أعتقد أنه هذا مفضوح منذ البداية، ولكن أخزاهم الله بأفعالهم وأقوالهم، لأنه قبل تصريح إيران شيء وبعد تصريح إيران شيء، وهناك مسؤولين وبرلمانيين في ما تسمى بالحكومة العراقية والنظام العراقي قالوا بكل صراحة أن هذه الميليشيات لا ترتبط بعقيدة عراقية وإنما ترتبط بالعقيدة الإيرانية ومرتبطة بشكل مباشر. يعني دكتور، والسؤال التالي عن خطورة بقاء هذه الميليشيات على رأس
المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها من مؤسسات الدولة العراقية الخطورة على الوضع الحالي للعراق وعلى مستقبله؟ نحن نتكلم عن دولة فاقدة للأهلية، الحكومة العراقية فاقدة للأهلية، لأن زمام الأمور بيد الميليشيات، والميليشيات أصبح واضحا وبالدليل القاطع أنها تأتمر بأمر إيران. إذا ما على الحكومة الحكومات التي تدعي أنها عراقية أن تفعل؟ أن تثبت عراقيتها للعراقيين، أما أنه تدار من قبل ميليشيات إيرانية وتدعي أنها عراقية، هذه التمثيلية لن تنطلي على الشعب العراقي. هذه المسرحية بدت فصولها الهزيلة البائسة تتوضح للصغير والكبير. إذا الخطورة الآن على الشعب العراقي أن يعرف أن هؤلاء ليسوا عراقيون الانتماء ولا الفعل، وإنما إيرانيو العقيدة، إيرانيو الانتماء، وأصبح العملية استخدامهم وتمويلهم من العراق وإعطائهم صفة القدسية والشرعية أصبحت حقيقة واضحة للكل، وعلى الجميع أن يحاربها. ولا نركن أن الموجودين في العملية السياسية سيحاربون هذا التوجه، لأنهم نتيجة لهذا الفعل وليس هم على الحياد، على الأقل ما كانوا على الحياد منذ 2003 لحد الآن، هم مع الميليشيات وهم من أسس هذه الميليشيات ومولها. ولا ننسى بأنه الذي أتى بها نيغروبونتي والولايات المتحدة الأمريكية هي التي أسست هذه الميليشيات وهي التي تدعمها ولا تزال تدعمها لحد الآن. ما الذي حدث الآن لتغير إيران موقفها؟ هل هو مغازلة أمريكا من شأن العقوبات؟ هل هو خوف من القادم؟ هذا كله وارد، لأن إيران مصلحتها. لكن دكتور يعني حتى ننتهي، معذرة أن المقاطعة دكتور هلال، حتى ننتهي من نقطة الميليشيات وننتقل إلى موضوع آخر، يعني لماذا يتعارض بالنسبة للميليشيات لفكرها السياسي ولأدائها الميداني تتعارض تنفيذ أجندات إيرانية في العراق مع عملهم على عراق قوي؟ يعني لماذا بالنسبة لهم أن يكون العراق ضعيفا بهذا الشكل والأحوال متردية بهذا الشكل؟ ألا يعنيهم أن يكون بلدهم قويا وفي نفس الوقت ينفذون أجندات إيرانية؟ يعني لماذا تتعارض المسألتان مع بعضهما البعض؟ لو كانوا يؤمنون بأن العراق بلدهم لما خانوا ولما أتمروا بأمر دولة أخرى. إذا هم ليسوا عراقيون وإن كانت جنسيتهم عراقية، هذه حقيقة ثابتة يقبلها من يقبلها ويرفضها من يرفض. هؤلاء ليسوا عراقيون، العراقي ولاءه للعراق أولا وأخيرا، ويجب أن يكون مصلحة الشعب العراقي هي المقدمة على أي مصلحة أخرى، وهذه هي أحد أسس العلاقات الدبلوماسية مع العالم. أما أنه تحمل سلاح لصالح دولة أخرى وتقتل وتخرب وتنهب لصالح دولة أخرى وتدعي أنك عراقي، هذا الكلام لا يصح. هؤلاء ليس لهم عقيدة، عقيدتهم وولاؤهم لبلدهم الذي ينتمون إليه فكريا وعقديا وهو إيران، لأنهم ينفذون أجنداتها وينفذون ما تريد. شكراً. ومصلحة إيران مقدمة على كل المصالح الأخرى، هم يعتاشون على دمائنا وعلى أموال العراق وولاؤهم لإيران. هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها. لم يتبقى معنا وقت لمناقشة باقي الأسئلة. شكرا دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.